ولنقاش الملف الليبي ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الباحث والكاتب الليبي نزار كريكش. أهلا بكم سيدي. أهلا. وفقا لتسجيل مسرب لقائد عمليات حفتر تم الإعلان عن ساعة الصفر للهجوم على العاصمة طرابلس، كيف تقيم التطورات الأخيرة بعدها؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هو هناك يعني نمط من بداية أبريل وهو مستمر، وهو أن القوات التابعة لحفتر تمارس نوع من الحرب الإعلامية، ثم تم تحاول أن تهاجم القوات التابعة لحكومة الوفاق. فهذا النمط مستمر، ويبدو أن بعد السيطرة على غوريان أصبح فيه تراجع للزخم وتراجع للقوة الإعلامية لحفتر، فأراد أن يعيد هذا الزخم من خلال حملة إعلامية أن هناك هجوم وأن هناك طائرات وأن هناك كاسح، لكن اليوم وجدنا أن الهجوم عادي جدا ولا يوجد أي تقدم، بالعكس كان هناك يعني خسائر كثيرة. فنفس النمط تكرر في هذا الهجوم، ما يدل على أن هناك عدم قدرة حقيقية على الحشد، على حشد الجنود، على إبراز أي قضية يقاتلون من أجلها. ربما يكون هناك بعض الدعم البسيط الذي يعتمد عليه، ولكنه لم يحدث أي فرق اليوم في على الأرض. في المقابل قوات الوفاق دائما كانت خلال هذه المعركة، ليس هناك حملات إعلامية، لكن هناك ضربات جوية قاسية في خطوط الإمداد عادة ما تظهر نتائجها بعد أيام من تقدم قوات فتح. فلا أظن أن الحدث اليوم نوعي ولا لم يحدث أي تغير في المشهد الذي شهدناه منذ شهر أبريل. ماذا عن الأصداء المتناقضة حول هبوط الطائرة الحربية في تونس؟ نعم، هو اللي اليوم حصل أنه هو أن الطائرة يبدو أن هي يعني تبع لقوات حفتر، وهذا ما صرح به حتى قوات حفتر نفسها، وأنها هي نفت عليها الوقود فنزلت في طريق عادي. وطبعا كان هذا طبعا خرق للقانون الدولي، لأن تونس دولة ذات سيادة، واختراق أجوائها بدون أي إذن، حتى الطيار نفسه لم يطلب من أي جهة داخل تونس بأنه نفذ عليه الوقود حتى يؤذن له بالهبوط. ولما قبض عليه كان هو يقول بأنه هو تابع لحكومة الوفاق، لكن لما ضغط عليه في التحقيق ذكر أنه هو تابع لقوة حفتر، وأن هناك أسلحة كانت معه أو صواريخ كانت في الطائرة يبدو أنها مجهزة، لكن يظل اللغز بما كيف حدث هذا ولماذا خرج من ليبيا. هل هناك مثلا دعم بالسلاح؟ هل هناك محاولة للهروب منه؟ يعني ما زالت هذه الألغاز لم تحل ولم يجب عنها التحقيقات التي سرعان ما بدأت بها الحكومة التونسية. لكن هذا في ظاهره يعني يؤكد إما أن يكون هناك دعم لحفتر من الخارج، او ان هناك محاوله لنأي بعض الطيارين بانفسهم عن ضرب طرابلس. نعم. لان لو ربطنا بين احداث بان محاوله للخروج ساعه الصفر للدخول لطرابلس وليس فيها هذه الطيران، يبدو وكان فيه عزوف عن ضرب المدنيين وضرب المنشات الحيويه داخل طرابلس كما كان يعرف حفتر قبل هذه العمليه التي بدات. نعم. سيد نزار، إلى أي مدى تعتقد أن قوات حكومة الوفاق قادرة على إجهاض هذا الهجوم بالكامل مثلما أجهضت محاولات سابقة ووضع حد لهذه الأزمة في طرابلس تحديدا؟ هو الآن التوازن، يعني توازن الرعب موجود، بالعكس أن حكومة الوفاق ممكن فاقت كفتها على حكومة حفتر، ولكن استراتيجية الحروب الإعلامية وتحديد مواعيد صفرية والحديث عن هجوم كاسح، كل هذا نوع من الاعلان، وللاسف انه ينتشر بطريقه يعني قويه، حتى مثلا ظهرت بعض التسريبات من دول، والحديث عن ان غسان سلامه تحدث، ان بعض المسؤولين في البحث تحدثوا بانهم يجب ان لا يذهبوا من خلال مطار معيتيقا المدني، وكان الامر جلل. لكن لما تجي تشوف على الارض تجد انه الامر نفس النمط العادي اللي هو من ابريل، فهذا يؤكد انه هو ما زال مستمر في قضيه الحرب الاعلاميه على امل ان يحدث ضوضاء ويستنزف وتهويل اعلامي داخل يستنزف الداخل الطرابلسي بحيث انه هو يمل من هذه الحرب. وكذلك حكومه الوفاق ما زالت بنفس الطريقه، نوم الى حد ما اعلامي، لكن على الارض في أفعال حقيقية وقطع لخطوط الإمداد. شكرا جزيلا لك الباحث والكاتب الليبي نزار كريكش، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.